هذا ما لدي الآن. طب لو سمعت يا شيخنا، كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أقوال المعاصرين أو نحو ذلك، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ، وهل تتلمذتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاءات؟ لا، ما أتيح لي التلمذ عليه، وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حججتها، وذلك يمكن كان عمري في حدود 35. وهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي، لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن أحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة، وعادت الجيوش العربية إلى عواصمها، ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية، وبعضهم أصلهم سعوديين. فلما قر رأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء، كان عليهم قائد اسمه فهد المارق، والظاهر أن الاسم ما راق له فيما بعد، فجعله المارك بالكاف. المهم، وفهمت منه يومئذ بأنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الفوج، فعنده كما يقال اليوم خلفية تدين وعلم. فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض، فقيل له ما لك غير فلان وفلان. الأول هو الشيخ باجل بيطار رحمه الله، والآخر هو أنا. الشيخ باجل طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذره، فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج، وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أن أمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنا شخص اعتدت أن أقول لإخواننا إذا ما دعاني داع أقول له ترى أنا ما بالأمزح، إذا بتدعيني